جاز جديد بتمكنه من السباحة في مياه باردة لم تتجاوز حرارتها الدرجة الواحدة في بحيرة سد بربرة من ولاية جندوبة والتي يبلغ عمقها 80 مترا. وقطع بالهادي مسافة تقدر بأربعة كيلومترات ونصف في توقيت قدره ساعة 1:41، وهي مسافة يتم قطعها لأول مرة في التاريخ وفي هذه الظروف. هذا أصعب تحدي، خاطر الماء طالع دي سورس ناتورال يطلعوا وباردين برشا، دونك البرد خلط عن دوغري حاجة خارق العادة، دونك لمست لامبوسيبل. تجربة جديدة وهو تثمين السدود في الجانب السياحي، وهذا منتوج حقيقة جديدة علينا، ولكن أعتقد أنه يتكامل في إطار المنتوج اللي توفره مدينة عند راحم ومدينة تبرقة في سياحة النزل وفي سياحة ربما دور الضيافة.